طبعا احنا حظينا حقيقه سموها الدواس بسبعين، ما شاء الله حظينا بحد رعاة الابل حقيقه بحد المناطق البريه حقيقه، اللي اسعدنا ورحبنا وقدرنا وعطانا بيعطينا المعلومات عن الابل وعن الحقيقه، فالحقيقه بنعرض له عنده اشياء يبي يبيعها الرجال. وش اسم وش هذه تقول طال عمرك؟ هذه باتليه. باتليه باتليه على بعير جدها بعير سمير بن زهيان. بجدها على بعير زهير سمير 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 بن زهيان بن زهيان الباطي. نعم اي نعم. كم سيمة طال عمرك وكم حادة؟ 70 الدواسر يسمونها الدواسر الان 70 منك. الله ما شاء الله تبارك. وش الميزات اللي خلاها تصل القيمة هذه؟ هواية الشرطية يعرفون ايش اسمه الوضع ايش ايه هم ابحث على ما قال. اي نعم يعني البلد يعرفون على ما قال. عندك شيء ثاني غير هذه؟ والله عندنا حوار مع 150 ما شاء الله. الحوار الله الله اخوها بعد ابوهن واحد ابوهن واحد ابوهن ما شاء الله تبارك الله ابوهن هذا هو اللي هو اللي على بعير اسمع الحوار اللي هو واحد ثلاثة ذولي ثلاثة أربعة ما شاء الله الحوار هذا الأقصر الأقصى هذا برضه مسيوم شيء هذا هو هذا عليه ايوه على البيت هذا أي. هذا عليه 150 150 الله الله ما شاء الله تبارك الله هذا طيب ما شاء الله طيب. تبارك الله ما شاء الله يرزق رعيه امين امين الله يرزق رعيه ما شاء الله خلي واضح 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 عندي من ما شاء الله ما شاء الله تبارك يشرب امي عطشان ما شاء الله تبارك الله عليه 150 الله الله هذا عليه 150 ما شاء الله هذا بالنسبة للبيع ولا الحد؟ والله الحد ها؟ ما في حد؟ لا والله ما في. وهذول ما هم للبيع ذولي؟ لا والله كل شيء للبيع بس انا اعلمك هذا اللي عليه سوق. هذا اللي عليه سوق؟ لكن الله. عندك الابل اللي كلها يعني ممكن تبيع منها؟ ابيع ها؟ وش انواعها؟ وش طال عمرك اكثرها؟ وش هي؟ والله كلها انواعها ايه شهر ضرائب وش ضرائب ضرائب اكثرها ضرائب لا القحات القحات كلها القحات كلها على بعير كلها على بعير البعير اللي ذكرته الله هذا البعير هذا موجود عندي موجود البعير اللي ذكرته هذا إيه ما شاء الله تبارك الله اي ما شاء الله ما شاء الله هذاك الاسود لا مو الاسود الاشقح الاشقح ما شاء الله تبارك الله اي هذا الله ما شاء الله هذا على بعير سمير بن زهيان ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله باين على باين على باتلي ها باين على هذا اول العام وقبل العام ابوه الله الله هذا البعير وانتاجه انتاجه البعير وانتاجه ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك طبعا الابل اللي صورناها كل هذه الرجال ممكن يبيعها يعني اصحاب الابل لما يشوفون المقطع ويشوفون الابل يعرفون طيبها ويعرفون انواعها ويعرفون اشكالها كلها واضحه الذي عنده خبره بالبل ويعرف البل ما شاء الله تبارك الله اي نعم لكن برضه انت ممكن عندك يعني عندك طال عمرك خلفيه انك ممكن انك تبيع الذود كله كامل. والله يعني اذا يجيك واحد يقول ابي الذود كله. والله اذا جاء نعم عندي ما في شيء يمنع. ما في شيء يمنع عندك. ما في شيء يمنع. ها؟ كم عدده طال عمرك؟ ما في يمنع كلها كلها عددها كلها 30 30 والله بروحوها. ما شاء الله تبارك الله 30 بروحوها. ما شاء الله يبارك لك الامين ويرزقك ويجعلها مباركه لك. ما شاء الله تبارك الله. اسم الولد يا ابو بندر ابو بندر كم تلفونك ابو بندر تلفوني 035 اي نعم 17 66 66 96 96 اي نعم طبعا احنا قلنا الان اللي عندك اللي هي الاغلى واحده اللي هذه يلا الحوار الحوار اي القعود القعود هو اغلى شيء اللي ابو 150 عليه 150 عليه 150 هو اغلى شيء وعندي البكره عليها 70 والبكره عندك 70 هذا اغلى شيء والباقي ما سيم الله باقي ما سيم باقي ما سيم وعندك انت قلنا احنا انك ميزه انك لو جاك واحد يبي الذود كله بعت عليه ابد ها ابد ما شاء الله عليك ارخى ابد يعني انت على ما حسب السوام اللي يناسبك عرضنا لكم الرجال وحطينا تلفونه اللي بيتواصل معه الرجال حبيب ومرح ما شاء الله ويدخل ويطلع وعنده المرحيه في انه يبيع ما شاء الله فاللي بيتواصل معه راعي الابل ويحب الابل الرجال حطينا تلفونه والله يوفقه ويرزقه دائما نشوفه بخير ان شاء الله.
طبعا هذه اللي هي البكره. يلا هلا هذه البكره اللي تو صورناها وقلنا ان سعره. اي نعم 70. 70 يلا هلا. وش قلت عند رقمات انت قلتوا فيها شو اسمه نجح شوي. اي لكن تنطلق مع الوقت تنطلق. الباتريه تنطلق تنطلق. يلا هلا. اي نعم الباتريه توها ما يطلع زين هذا الحين. انت طال عمرك تنصح بها يعني؟ والله يا بني ادم رغبه فيها اشراطيه ارغب مني وابخص مني. اي لهم مرياتهم. الله يوفقك يا ابو تستاهل والله. تستاهل الطيب. الله يوفقك يا ابو. تل السواني للمقام الهشاشي. شاشي. وقفت اميز دق حبلي وجلها خاف ما يسقي احيا من عطاشي. عطاشي. اعود بالرحمن عن كل زله. زله. والله يجنبنا كثير النقاشي. النقاشي. رقيت في روس الرجوم مطله. مطله. وخيل براق سرال التواشي. التواشي. ترعد مقديم الثعول الثعول المهله. المهله. تسيل الوادي وهاك الدشاشي. الدشاشي. اسوق به واضحا عليها لجله. لجله. ماني مالي ومالي مقابلين الخشاشي. خشاشي. اسوق به واضحا عليها لجله. مالي ومالي مقابلين الخشاشي. تقطف زماليك الوسم عند حله. ويعلها رب الملا بالنواشي. بالنواشي. ريح الخزامه فايح انتقل دله. دله. وقلقلانه مقلن كل حاشي. حاشي. اليا قهر مقهورها وارجع له. ندبلها بالصوت وقت المعاشي. معاشي. هذا هوايه يا اهل العرف كله ممشاي معها منوتي وانت عاشي. صح لسانك ابو بندر ما شاء الله عليك ابو بندر. ابو بندر وش رايك بتربيه الابل ابو بندر؟ والله هذه هوايه. ايه اناسه. اناسه. اناسه وهي متعبه. متعبه يعني. هي اناسه طال عمرك توسع خاطر رعيها. اي نعم. لونها والله فيها كلفه شوي. فيها كلافه. إيه نعم. لكن وش اللي تفضل دائما انه يكون الواحد انه يقتنيه ويربيه من الابل؟ والله يا طويل العمر البال تعرفك اول شيء على الريلي. نعم. واجتماعيه. اي نعم. وتعرفك على الجهه الطيبه شرواكم. تسلم شرواك الطيب. اي نعم. تعرفك البل تعرفك الشمال والجنوب. لكن على الرجال. لكن هي انواع يا اخوي في انواع الناس الابل انواع والناس تهوى الانواع. وش النوع الزين اللي تتعب عليه وتربيه من الابل؟ والله الزين زين على ما قال مال من جميع الانواع. ايه الزين. ايه زين طيب يعني من جميع الانواع. من جميع الانواع. لكن اشوف انا يختلف الناس. الناس يربي المجاهيم وناس كذا وناس كذا وناس كذا. هذه هوايه. اي نعم هوايه كل اللي هوايه. واسعاره في اختلافات بينهم؟ لا ما في اختلافات. الزين اخذ حقه يعني. الزين هو الزين اخذ حقه. يلا الزين مهما كان نوعه. مهما كان نوعه. لكن وش تنصح المربين بالابل؟ وش اللي تنصحهم؟ حلال المربين على ما قالوا كل اللي هوايه. إيه؟ هذه هوايه خاطر هوايه. إيه؟ واحد هو الصفر. إيه؟ والصفر هي الدرجه الاولى. إيه؟ واحد هو المغاتير. إيه؟ هي الوضح وكلها عطايا الله ما فيها شيء. مال المجهيم والصفر والوضح والصفر والمغاتير والحمر. إيه؟ والشقح. إيه نعم. كلها ما لكن لكن بندر قصدي انا وش اللي تسوي لهن عشان يكون طال عمرك مثل بنت بالتربيه عشان تنتج وعشان طال عمرك تكون ليبل. لازم تتعب على الفحول الطيبه. الفحول الطيبه. الفحول الطيبه اهم شيء. الفحول. الفحول الطيبه. نعم الفحول الطيبه هو البل لها دور بعد. إيه؟ البل لها دور. لها دور في الانتاج. نعم بالانتاج. الله الله بالانتاج البل لها دور. طبعا ابو بندر يعتبر من اصحاب الابل والمربي للابل وما شاء الله ويحوى الابل. الحقيقه ابو بندر له طلب نبي نضع بالمقطع نخدم ابو بندر وان شاء الله يكون يتحقق له هالطلب هذا. اي واحد عنده مزرعه كصبره يبي يجرها او شيء في منطقه القصيم تواصل مع ابو بندر على الرقم اللي حطيناه رقم جواله لانه الحقيقه يحتاج المزرعه هذه ابو بندر ويحتاجها طبعا للذود حقه والابل المجموعه اللي عنده. يحب انه يستقر في مكان ويكون امن المكان هذا ويكون دائما مستقر فيه. فاي واحد عنده مزرعه صبره يتواصل مع ابو بندر وابو بندر جاهز انه ان شاء الله باذن الله يحقق طلب صاحب المزرعه. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. الله يوفقك ابو بندر حقيقه ما قصرت وبيض الله وجهكم. الله يبارك فيكم ويعافيكم هذا من طيبكم. حياكم ما شاء الله يعطيكم العافيه. حياكم الله.